وتمرينه الفريق شغاله استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله قدام انبي، مباراه مهمه جدا جدا جدا. كل ماتشات الاهلي مهمه جدا ومباراه صعبه. انبي من الفرق اللي قدام الاهلي دايما بتقدم ماتشات كبيره. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح في النادي الاهلي، تابع جزء من التمرينه ومن بدايه التمرينه اللي ما زالت مستمره لغايه دلوقتي. خلينا نروح لفاروق نعرف منه اخر التفاصيل والاستعدادات الاخيره قبل مواجهه انبي. يا فاروق مساء الخير وكل سنه وانت طيب. برحب بك زميلي احمد، كل التحيه ليك وكل سنه وانت طيب، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبالتحديد متابعي برنامج السادسه. ويعني ان شاء الله يبقى عام سعيد على كل جماهير النادي الاهلي وعلى جمهوريه مصر العربيه باذن الله. ان شاء الله بدايته كانت سعيده على الاهلاويه، عوده الامور الى نصابها الصحيح زي ما بيقولوا، مكسب بيراميدز، عوده الصداره، استعادت جزء كبير من الثقه اللي يمكن فقدت عند جمهور نادي الاهلي بعد عروض اهتزت فيها الاداء والنتائج. لكن اعتقد ماتش بيراميدز رجع مره ثانيه ثقه الجماهير في فرقتها وقدرتها على انها ان شاء الله توصل كاس العالم في اعلى فورمه ممكن. عشان كده بقول انه ماتشات الاهلي بدايه من ماتش انبي بكره كلها مهمه. نعرف تفاصيل التمارين او الاستعدادات النهارده منك، واعرف برضو منك قائمة الغيابات اللي غابت أو الأسماء اللي غابت عن الأهلي في الفترة الأخيرة، إمتى ممكن تكون جاهزة ومين ممكن يكون فيه ليه فرص للظهور بكرة في مباراة إنبي يا فاروق؟ يعني خليني يعني احييك على كلامك المهم جدا زميلي احمد، الكلام اللي قلته بخصوص فوز بفريق الاهلي على بيراميدز في المباراه الاخيره، ان لازم نبني على الفوز، ده امر مهم جدا بالفعل. وده كان كلام مستر مارسيل كولر في جلسته مع اللاعبين، قال لازم نقفل الصفحه اللي فاتت لكن لازم نبني على فوزنا على فريق بيراميدز، خصم قوي جدا، فوز بثلاثه اهداف استعاده ثقه جمهور النادي الاهلي. احنا دورنا ان احنا نجتهد في الملعب، دورنا ان احنا نسعد كل جماهير النادي الاهلي، مهم جدا ان احنا نطلع من مباراه بيراميدز واحنا بنبني عليها للمرحله القادمه. ااكد ايضا زميلي احمد على كلامك، النقطه مهمه جدا، ان مفيش مباراه سهله في الدوري، كل المباريات صعبه جدا، اي فريق امام النادي الاهلي بيحاول يبذل اقصى طاقه. بنشوف الفتره الاخيره فرق كلها بتحاول انها يعني تقتنص من النادي الاهلي نقطه، المنافسه صعبه جدا. ففريق انبي واحد من الفرق اللي بيجيد اللعب دايما امام النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر كلامه مع اللاعبين بيخلق دوافع للاعبين، حفز اللاعبين، مشوار صعب جدا عندنا في الدوري، مهمه اعاده الدوري مره ثانيه الى الجزيره والى احضان قلعه الجزيره للنادي الاهلي. ايضا عندك ملف ثاني الاستعداد لكاس العالم الانديه، اللي حتى الان تقدر تقول ان الجهاز الفني اللاعبين قافلين هذا الملف تماما، الجميع بيركز في هذه المرحله مراحل مباراه الدوري، ان انا يعني كل مباراه مرحله لوحدها، حاول ان انا يعني افصل كل مباراه عن الاخرى، مباراه انبي ثم عندي مباراه المصري ثم مباراه السموحة ثم مباراة الزمالك، مجموعة من المباريات الصعبة جدا، كل مباراة بيبقى ليها شكل استعداد مختلف. النهارده طبعا هو التدريب الختامي لفريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهة انبي في الجولة 13 لدوري رابطة الأندية المصرية المحترفة. عايز أأكد لك على حالة الحماس اللي عند اللاعبين. النهارده التدريب مختلف، شكل اللعيبة، الفوز الأخير زميلي أحمد وأنت عارف إن إدى روح معنوية كبيرة جدا عند لاعبي النادي الأهلي، اللي انعكست على جمهور النادي الأهلي، الأمر منعكس على اللاعبين، السعادة اللي بيشوفها اللاعبين من المردود اللي شافوه من جماهير النادي الاهلي. وخليني اكد على امر مهم جدا، وده اللي دايما بنقوله لجمهور النادي الاهلي، اللعيبه بتتابع كل شيء، وجمهور النادي الاهلي قريب جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه كانت في قمه السعاده طبعا من حاله السعاده والفرح اللي عند جمهور النادي الاهلي واستعاده النادي الاهلي لصداره الدوري. الامر ده احنا لامسينه في التدريبات. النهارده اللعيبه كلها مركزه انها تكمل على نفس الاداء الجيد اللي شفناه في لقاء بيراميدز، اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله ان مباراه بعد الثانيه ان شاء الله نحقق بطوله الدوري المصري الممتاز. عايز اطمنك ايضا على الاستعداد الفني لهذه المباراه، طبعا ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي كان تابع اداء فريق انبي في الفتره الاخيره، نقاط القوه والضعف في فريق انبي، وده جزء من الجزء الخطط اللي بيشتغل عليه حاليا مستر مارسيل كولر. زي ما انت قلت زميلي احمد ان التدريب مستمر حتى الان في ملعب مختار النادي الاهلي بيؤدي هذه التدريبات. ايضا تطرقت الامر مهم جدا وهي عوده اللعيبه المصابين، او خليني ابداها من عوده الدكتور احمد ابو عبله للقاهره طبعا بصحبه اكرم توفيق ومصطفى شوبير، اللي طمنا على نجاح عمليه اكرم توفيق ومصطفى شوبير. وبالمناسبه مصطفى شوبير النهارده زميلي احمد كان موجود في التدريبات، اللعيبه كلها التفت حول مصطفى شوبير، الجميع يعني بيتمنى له السلامه، عوده ان شاء الله مصطفى شوبير، وايضا عوده اكرم توفيق ان شاء الله يعني نتمنى لهم السلامه ويعودوا قريبا الى تدريبات النادي الاهلي والى فريق النادي الاهلي.
عايز اطمنك ايضا زميلي احمد على طاهر محمد طاهر، يعني انت تطرقت برضو للعيبه المصابين. أيوه. عايز اطمنك على طاهر ان شاء الله عقب مباراه انبي هينضم للتدريبات الجماعيه، خلاص ده اقرب اللاعبين اللي هيعود. خلاص عقب مباراه انبي هيلتحق بالتدريبات الجماعيه. طمنا من الدكتور احمد ابو عبله. ايضا بيرسي تاو عقب مباراه المصري هينضم للتدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. عايز اكد لك على امر تاني، ان تقدر تقول حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي لمباراه انبي. الاثنين بيعانوا من عايز اعرف كمان منك، واضطر طبعا الجهاز الطبي. طيب. كريم فؤاد وعبد المنعم زي ما انا باكد لك زميلي احمد ان محمد عبد المنعم هيكون خارج المباراه، عنده اجهاد عضلي في زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله. محمد عبد المنعم وحمدي فتحي الاثنين بيعانوا من اجهاد عضلي. أيوة. يعني ما شاركوش في التدريبات بعض الاداء الجوانب البدنيه مع التدريبات التاهيليه، وبالتالي هيكونوا خارج حسابات النادي الاهلي لمباراه النادي الاهلي امام انبي. طبعا الدكتور احمد ابو عبله والامور الخاصه به كريم فؤاد طبعا تم يعني في تصريح ان خرج انها من خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع. الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله يعني ايضا هيجري بعض الفحوصات الخاصه بكريم فؤاد خلال يعني الساعات القادمه، بعض الفحوصات اللي هتجرى لكريم فؤاد للاطمئنان بشكل كامل وتحديد فتره الغياب وتحديد كافه الامور الخاصه باصابه كريم فؤاد. طبعا ده هيتم خلال الساعات القادمه. باستثناء هذا الامر زميل احمد اقدر اطمنك على كل اللاعبين ان شاء الله عوده النهارده. بنشوف عمار حمدي بيظهر في تدريبات النادي الاهلي بعد تالقه في مباراه الوديه امام منتخب غانا للمحليين. ايضا وجود حارس من قطاع الناشئين عمر كامل الى جانب الكابتن محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى مخلوف. اطمنك ان شاء الله اللعيبه كلها جاهزه لهذه المباراه. كلنا ثقف كل جمله مهمه جدا لي في نقاط النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. باذن الله نمشي على الطريق الصحيح، وباذن الله جاهزين لكل المواجهات اللي جايه، والاهلي يوصل بطوله كاس العالم ودور المجموعات في افريقيا في افضل فورمه واعلى مستوى.